السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد في قناة المنهد. اليوم راح ندير نشر عبارة تتضمن جذور، أو بطريقة مختصرة نشر عبارة جذرية. هذا الدرس بالنسبة لسنة رابعة متوسط، يعني في البداية راح يجيهم بزاف صعيب، أكيد مع التمارين ومع يعني هضم المقطع كاملا بعد ما نكملوه وبعد ما نديروا عليه إدماجات كثيرة راح يجيه سهل، لكن في البداية التلميذ يعني راح يكون صعب عليه بزاف انه يفهم واش معناتها نشر عبارة جذرية. ما يخفاش علينا باللي اصلا التلميذ العام اللي فات في السنة الثالثة متوسط كلمة التبسيط والنشر كانت تجيه صعيبة، فما بالك هذا العام يكون فيها نشر وتبسيط ومعها تتضمن الجذور. فهذا الامر يعني راح يكون مخيف نوعا ما في بداية الامر، لكن مع التطبيقات ومع التمرن مرة على مرة راح يجيه سهل وراح يكون مستعد له ان شاء الله في الشهادة. نبدأ مع بعضنا المبدأ الحساب عندما يكون لدي جذور. تابعوا معايا مليح، حنعطيكم يعني كما يقولوا الخلاصة الملخصة. الأعداد في الجذور راح تكون إما عدد بدون جذر، مثلا العدد 3 4 5 ناقص 4 ناقص 10، أي عدد بدون جذر. ممكن يكون عدد لاصق فيه جذر، يعني عندي جداء بين العدد 3 وجذر 2، وعندي يكون الجذر وحده، ما راح نكتبهم في 3 كل واحد وحده. اسمحوا لي مش تفهموني. دونك عندنا إما نلقاو العدد مكتوب وحده، راح نبدل مثلا ندير ناقص 6، أو تلقاو العدد ومعه جذر مثلا 4 جذر 7، أو تلقاو الجذر وحده مثلا جذر 8. إذا هادو هما الأرقام اللي يكونوا عندنا أو الأعداد أو شكلهم في مقطع الجذور أو عندما يكون لدي عبارة تتضمن جذور. الشيء اللي يكون عندي جذع أو جمع أو طرح أو قسمة. شوفوا مليح معايا في النشر كيفاش يصرى. مثلا عندي أنايا ناقص 6 مضروبة في 4 جذر 7 مثلا. كيف يتم وجود هذان العددان؟ العدد يضرب في العدد، ديروها بالقلم الأخضر، العدد يضرب في العدد، والجذر يضرب في الجذر إن كان هناك. إن كان هناك جذر نضربه في الجذر، إن كان ليس هناك جذر يبقى الجذر كما هو. على بالي بلي واش راني نشرح ما عندوش منطق رياضي، والأساتذة الرياضيات إذا شافوا الفيديو راح يقولي بلاك شك، تقولي ماهوش صحيح رياضيا، لكن أنا راني نقرب في الفكرة للتلميذ. إذا قلنا الرقم في الرقم والجذر في الجذر، إذا ما كانش كاين جذر يبقى الجذر وحيد، يعني يكتب كما هو. مثال، أنا عندي 2 مضروبة في 5 جذر 3. إذا هل الاثنان تحتوي على جذر؟ لا تحتوي. إذا نضرب الاثنان في 5 فتعطينا 10، والثلاثة تبقى كما هي. مفهوم؟ لكن إن كان لدي مثلا كل من العددين يحتوي على جذر، مثلا 4 جذر 6 في 5 جذر 3، أعيد وأكرر، لازم يعود عندي جذع ماشي جمع، ماشي جمع وماشي طرح، جذع. إذا هنا العدد في العدد تعطيني 20، والجذر في الجذر 6 في 3 هي جذر 18. بعد حكاية التبسيط مش تبسيط هذيك أمر آخر، قبل أفهموا لي كيفاش يصرى الجذع بين عددين يحتويان على جذور. صح، باش نفهموا اكثر لازم نديروا تمرين. انا جبت هذو زوج تمارين من سلسله التفوق اللي راهي موجوده في الانترنت، نظن بلي الكل راهو يقدر يتحصل عليه، يكتب في جوجل سلسلات التفوق للاستاذ دحماني ويخرجوا له. اذا نشوفوا معنا التمرين التاسع، ماذا طلب مني؟ اكتب على الشكل بي جذر 3 حيث بي عدد صحيح نسبي كل من العددين الاتيان. ملي قال لي صحيح نسبي يعني ممكن يكون عدد سالب وممكن يكون عدد موجب. إذا نبدأ بالأ، نسمحوا لي راه الصوت تاعي راه رايح اليوم. إذا أ هي جذر 27 زائد 7 جذر 75 زائد جذر 300، هذه واضحة باينة، راح نقسمو على 3. طبعا كاين تلاميذ يقول لي يا أستاذة كيفاش عرفتي؟ بالتمرن تعرفها، أو باستعمال الآلة الحاسبة كل خطرة تقسم 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 حتى تلقى. إذا نبدأ، قلنا راح نقسمها على واش؟ على 3، يعني راح تكون عندي 3 هنا، راح تكون عندي 3 هنا، راح تكون عندي 3 هنا مضروبة طبعا في أعداد.
هذيك الأعداد تكون عندها جذر صحيح، يعني ماهيش أعداد صماء. 27 هي 9 في 3، واضح. 75 هي 25 في 3، و300 هي 100 في 3. جيد جدا. الآن سوف أقوم باستخراج الأعداد من الجذور. جذر 9 تصبح 3، جذر 25 تصبح 5، وجذر 100 تصبح 10، صح. أكمل كتابتي. إذا جذر 9 كي خرجت بقات لداخل 3. هنا حذاري كانت عندي 7، إذا ندير بيناتهم جداء. جذر 3 وهنا زائد 10 جذر 3. كما راكم تلاحظوا بلي جذر 3 خرجت عامل مشترك، إذا هنا أكتب الباقي. إذا عندي 3، 7 في 5 35، زائد 10 يا أخي كامل زائد، منش غلط. طيب دونك 3 زائد 35 هي 38، زائد 10 هي 48 جذر 3. إذا العبارة أ تساوي 48 جذر 3. هذا كان بالنسبة إلى أ. الآن نروح للعملية الثانية. وشنو هي؟ هي بي. لاحظوا بي بلي فيها نشر وتبسيط عبارة جبرية، يعني رانا راح ندخلوا في موضوع اليوم. إذا نبدأ، شوفوا معايا، راح نختموها بشوية وحاولوا أنكم تستوعبوا معايا. إذا ب تساوي 6 زائد 2 جذر 3 أس 2 ناقص 4 جذر 3 أيضا أس 2، صح. إحنا مازال ما لقيناش المتطابقات الشهيرة، إذا راح نستعملوا طريقة العمل الماضي. إذا واش نديرو؟ نكتبها بطريقة تفصيلية. إذا 6 زائد 2 جذر 3 أس 2، واش معناتها؟ معناتها مضروبة في نفسها مرتين. إذا نعاود نكتبها مرتين، 2 جذر 3 ناقص، هذه تاني نكتبها مرتين بما أنه جذر 2، عفوا أس 2، إذا 4 جذر 3 في 4 جذر 3. باش نسهل الأمور الروحي راح ندير كل وحدة بين حاضنتين، نبسطها بطريقة منفصلة ثم أكمل. طبعا التلاميذ يعني نخدم لكم بطريقة مبسطة جدا، يعني طريقة بدائية، علاش باش تفهموني دوسمو، صح. أنا كيفاش قريتكم العام اللي فات وكل أستاذ وكيف قريتكم كيعود عندي جداء بهذا الطريقة أو نشر بهذه الطريقة. القوس الأولى أفصلها، يعني هذا القوس التي تحتوي على 6 زائد 2 جذر 3، 6 نكتبها في جهة و2 جذر 3 شوية بعيدة عليها، ومن بعد واش ندير؟ القوس الثانية أكررها مرتين، مرة بجانب الستة ومرة بجانب العدد الآخر اللي هو في هذه الحالة 2 جذر 3. طبعا هذه كامل وشنو؟ الحاضنة رقم 1، مازال كاع ما رحناش الحاضنة رقم 2. يلا نروحوا مع بعض الحاضنة رقم 2 اللي راح تكون سهلة. هلا، لانه الحاضنة رقم 2 كيما قبل كنت نشرح العدد في العدد، اذا الربعة في الربعة والجذر في الجذر، يعني جذر 3 في جذر 3. تخيل نبداو بها هي الاولى. دونك 4 في 4 هي 16، وجذر 3 في جذر 3 هي جذر 9. وشنو هو جذر 9؟ هو 3. نكتبها هنا يا خدش على بالي بشني استاذة وش قلتي؟ جذر 3 في جذر 3 وشنو هي؟ هي جذر 9. وشنو هو جذر 9؟ هو 3. طيب نكمل دوك، راح نعاودو نبداو دوسمو. بي تساوي داكوغ. طيب نبداو دوك. هنا واش ولا عندي؟ ولا عندي نشر هيا بالقلم الأحمر. ديرو الأقواس بالقلم الأحمر. دونك مرة 6 في 6، بعدك 6 في 2 جذر 3، 2 جذر 3 في 6، ثم 2 2 جذر 3 في 2 جذر 3. هيا نبدأ. دونك 6 في 6 36، 6 في 2 جذر 3، 6 نضربوها في العدد، دونك 6 في 2 12، والجذر ما عنديش فيه واش نضربو، إذا يبقى لاصق وساكت. 2 في 6 12 جذر 3، وأخيرا 2 في 2 هي 4، وجذر 3 في جذر 3 هي جذر 9. جذر 9 واش كي تخرج تولي 3. دونك هذه الجهة الأولى من
ال وهنا 16 في 3، 16 في 3 المفروض هي 48، لكن أنا نحب نتأكد كلش بالآلة الحاسبة، لأنه مرات العقل البشري يغلطنا. إذن 16 في 3 هي 48، جذر 3، 48، أي 48 فقط، فيها جذر 3 خطأ. صح. الآن واش ولا عندي؟ شنو مليح؟ ولات عندي 36، هذه واش تولي؟ تولي 12، وهذه 36، وهذه 12 مكتوبة مرتين في زوج كانوا لاصقين في جذر 3، كامل هادو بين حاضنتين ناقص 48، يعني بيا داكوغ. دوكا الأرقام مع بعض، شوفوا شحال عندي أنا رقم هنا، عندي هذا وعندي هذا، إذا 36 كي نزيد لها 12 هي 48، دونك تولي عندي 48 زائد 12 و 12 تولي 24 جذر 3، سي بون تخلص دركا من الحاضنات لأني حسبتهم، ناقص كم؟ ناقص هذه 48، دونك شو ولا عندي هنايا؟ ولا عندي زوج 48، وحدة موجبة وحدة سالبة، دونك واش يصرى لهم؟ يروحوا مع بعض. إذا في الأخير بي واش تساوي؟ تساوي 24 جذر 3، نديروها في إطار لأنو راح نحتاجوها. واضح صح. دركا نروحو للسؤال اللي بعده. واش طلب مني؟ طلب مني تحقق من أن لو أقسم أ على بي تعطيني عدد طبيعي. أنا الأ تاعي وشنو هي؟ هي 48 جذر 3، والبي هي 24 جذر 3. أنا واش قال لي؟ قال لي أ على بي، أ على بي، دونك الأ تاعي وشنو هي؟ هي 48 جذر 3، والبي تاعي هي 24 جذر 3. اسمحوا لي، هي 24 جذر 3 صح. في القسمة وفي الضرب نقدر نتخلص من هذا، دونك جذر 3 عفوا تروح مع جذر 3، واش تبقى لي؟ تبقى لي أ على بي اللي هي 48 على 24، و 48 على 24 هي بالضبط 2. إذا فعلا أ على بي أعطتني عدد الطبيعي اللي هو وشحال؟ هو 2. إذا هذه كانت بالنسبة للتمرين التاسع. طبعا أي حاجة ما فهمتاش عاود فيديو ولا دير عليها بوز، افرزها مليح ومن بعدها كمل. الآن بما أنه كملنا من التمرين التاسع راح نمحيه ونطلع التمرين العاشر. صح، أنا كامل الهدف تاعي من درس اليوم هو أنه نتعلمه أن ننشروا عبارة مع بعض. إذا راحين نروحوا للتمرين التاسع الثاني عشر عفوا، لأنه أيضا يحتوي على نشر، لازم تفرزوا لي النشر. داكوغ، قلنا الجذر في الجذر والعدد في العدد. صح. نعتبر العدد الحقيقي أ، حيث أ واش تساوي؟ تساوي جذر 125 ناقص جذر 20 ناقص 1. بين أن أ تساوي 3 جذر 5 ناقص 1. في العددي، في العدد، في التمارين العددية كيقول لي بين، معناتها احسب. داكوغ، دوك راح نحسب. أنا على بالي باللي جذر 125 هو 25 في 5، وعلى بالي باللي 20 هي 4 في 5 ناقص 1 ما ننساش. دونك الخمسة كي تخرج واش تولي؟ تولي 5 جذر 5، والربعة كي تخرج تولي 2 جذر 5 ناقص 1. نخرج 5 عامل مشترك، واش يبقى لي لداخل؟ تبقى لي 5 ناقص 2، وما ننساش بلي كاين عندي واحد هنا. اذا ا آه في الاخير واش تساوي؟ 5 ناقص 2 هي 3. 3 لاصقه في واش؟ لاصقه في جذر 5، وعدنا الواحد يقعد وحده لانه ما عنديش كيفاش نحسبه، لانه علاه؟ لانه 3 لاصق فيها جذر وهذه مش لاصق فيها جذر، ما نقدرش نجمعهم ولا نطرحهم. اذا انا بيناها. السؤال الثاني، ليكن العدد الحقيقي بي هو 4 جذر 5 زائد 6، احسب ا آه في بي، دونك عدي نشر. دونك عندي نشر، نبداو صحة. دونك نكتب برك البي تاعي. بي وشنو هي؟ هي 4 جذر 5 زائد 6، اوكي. وانا قال لي ا في بي،
والآ تاعي هي 3 جذر 5 ناقص 1، دونك نوخر هذه، نكتب الآ قبل، نكتب النتيجة طبعا تاع آ باش تخرج لي باش الأمر يكون أسهل. إذا 3 جذر 5 ناقص 1 مضروبة في واش؟ مضروبة في البي. البي وشنو هي؟ هي 4 جذر 5 زائد 6. كما قلنا هذا نفصله، دونك تولي 3 جذر 5 هنا وناقص 1 هنا. والقوس الثانية أكررها مرتين، مرة بجانب العدد الأول ومرة بجانب العدد الثاني، دونك 4 جذر 5 زائد 6، وهنا 4 جذر 5 زائد 6. داكوغ؟ طيب نكملو. هنا نضرب، شوفوا معي هذا عدد جذر، عدد جذر مضروبين في بعضها. أعيد القاعدة، العدد في العدد والجذر في الجذر. دونك 3 في 4 هي 12، وجذر 5 في جذر 5 نكتبوها هنا باش تفهموني شو حندير. جذر 5 في جذر 5 هي جذر 25، وشنو هو جذر 25؟ هو 5، وبيناتهم مش كاين حذاري، كاين جدا. أخيرا كنا نضربو، دونك هنا كاين جدا. نكملو. ومن بعدك 3 جذر 5 في 6، 3 جذر 5 في واش؟ في 6. دونك العدد في العدد يعني 18، جذر 5 ما عندهاش فيه من تضرب، خلوها كما هي صح. ناقص 1 في 4 جذر 5 هي ناقص 4 جذر 5، وناقص 1 في 6 هي ناقص 6. فالمبسط عندي 12 في 5 هي 60، 60 نكتبو نسميها ناقص 6 بما انهم هما في زوج ارقام. وهنا واش عندي؟ شوفوا معايا هنا واش عندي. عندي 18 جذر 5 وناقص 4 جذر 5، اذا نكتبهم نسمي بعضهم لانه عندهم عامل مشترك هو 5. واش بيناتهم؟ بيناتهم 18 ناقص 4. اذا هذه وشنو هي؟ هي ا في بي. دونك 60 ناقص 6 وشحال؟ هي 54، و 18 ناقص 4 هي زائد 14، لاصقه في من لاصقه في جذر 5. اذا هذه وشنو هي؟ هي ا في بي. شوفوها مليحه باسكو راح نحتاجوها دوكا. دونك هذه هي ا في بي. داكوغ صح. الان واش قال لي؟ قال لي بين ان، اسمعوا هذا السؤال، بين ان ا ناقص بي اس 2 تساوي ا في بي. انا عندي ا في بي، دوكا لازم نحسب ا ناقص بي اس 2، ولازم نلقاها تساوي ايضا 54 زائد 14 جذر 5. ما كاش مشكل، يلا نخدموها مع بعضنا. دونك انا راح نوخر منا ونبدا نخطو ورا نحيط ال ا نسحقها صح. دونك هنا قال لي احسبي لي ا ناقص بي اس 2، وهو على حسابه كي نحسبها راح نخرج في هذه النتيجه. دكا نبدا. دونك الاي مكتوبه قدامي، نروح برك نجيب البي لان البي منش حافظتها. هي 4 جذر 5 زائد 6، 4 جذر 5 زائد 6 صح. دونك نكتبها قبل ما ننساها، 4 جذر 5 زائد 6، والاي تاعي هي 3 جذر 5 ناقص 1، هذه ناقص هذه، الكل أس 2 يعني بيا داكوغ صح. سيبوني مليح باسكو راح نبدا الفريز دركا. إذا قبل هذه الناقص لازم تدخل على هذا القوس، راح تبدل كل الإشارات، فتصبح 3 جذر 5 ناقص 1، ما يتبدلوش، لكن هذه تتبدل تولي ناقص 4 جذر 5 ناقص 6، هذه كامل أس واش؟ أس 2 صح. نبدا درك نستف، عندي ناقص 1 وناقص 6، شحال تولي؟ تولي ناقص 7، وعندي 3 جذر 5 وناقص 4 جذر 5، دونك 5 تخرج عن المشترك. واش يبقى لي هنا؟ تبقى لي 3 ناقص 4، طبعا هذه كامل اس 2 دونك ناقص 7 ها هي واجده، حطها. 3 ناقص 4 هي ناقص 1 جذر 5، الكل أس 2. سمعوني مليح، دائما الواحد كي يعود لاصق في جذر ما نكتبوش، بالرغم انه موجود بصح ما نكتبوش. اذا هذه هي ناقص 7 ناقص جذر 5.
رايحة ننشرها. تقولي عندي ناقص 7 ناقص جذر 5 مضروبة في نفسها بما أنه أس 2، إذا ناقص 7 ناقص جذر 5. نبدأ. دونك راح ندير كما طريقة الأساتذة الآخرين باش نسرع. دونك ناقص 7 في ناقص 7 هي زائد 49، وبعد جذر 5 في ناقص 7، دونك ناقص في ناقص ترجع زائد 7 جذر 5، ومن بعدك ناقص 7 هذه في هذه دونك تولي زائد 7 جذر 5 encore une fois، واخيرا جذر 5 او ناقص جذر 5 في ناقص جذر 5 هي زائد 5 زائد 5. نبدا نستف، عندي 49 زائد 5 زائد 5 هي 54، نكتبها بالأسود. دونك 49 زائد 5 هي 54، وجذر 5 تخرج عامل مشترك، وش يبقى لي هنا؟ تبقى لي 7 زائد 7. إذا A ناقص B أس 2 وش تساوي؟ تساوي 54 زائد 7 زائد 7 هي 14 جذر 5. واش رايكم؟ خرجنا في نفسه ولا ما خرجناش؟ لاحظوا بلي A 2 برك نتقدمها هذه واش رايكم؟ خرجت ولا ما خرجتش؟ شوف لاحظوا معايا اللي A في B هي 54 زائد 14 جذر 5، و A ناقص B أس 2 هي أيضا 54 زائد 14 جذر 5، يعني فعلا واش قال لي هو في التمرين كان صحيح، بين قلنا واش معناتها، معناتها احسب. اذا ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذو زوج تمارين، ان شاء الله عن طريقهم يعني اترافير هذو لي دو اكزرسيس تكونوا فهمتوا كيفاش ننشر عباره جذريه. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوها، الا ما فهمتوهاش طبعا خلوا لي في التعليقات، مانيش ما كاش مشكل نزيد لكم اون اوتر فيديو، نزيد لكم اون اوتر لوسون، ليسونسييل انكم تستوعبوه وتهضموه سورتو باش تولوا خلاص، تولوا يعني غير تشوفوه تقدروا تحسبوه بكل بساطه، ما تقعدش تتلف لكم في الاشارات، ما تتلف لكمش في الجذور، ما تتلف لكمش في الارقام. نتمنى لكم يوم سعيد، والى الحصه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.